سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، حياكم الله، طلبوا مفاوض ومشاكم وتروأتم من الجنة المنزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبشركم وبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما اعتدنا نتعرف على أسباب النزول المتعلقة بسورة الإنسان. أولا وقفنا عن سورة الإنسان، مش كده؟ عن ابن جرير في قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأسر أهل الإسلام، ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك كانوا يأسرونهم في الفداء، كانوا يأسرونهم في الفداء فنزلت فيهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاح إليهم. يعني المسلمين في المعارك لما كانوا يدخلون المعارك ما كانوا يأسرون أحدا في أول الأمر، ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك. يعني إذا أثر المسلمون مشركا لكنها نزلت في أسارى أهل الشرك كانوا يأسرونهم في الفداء فنزلت فيهم، يأسرونهم في الفداء يعني يأسرونهم مقابل أن يأخذوا منهم فدية، فنزلت فيهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاح إليهم. يعني إيه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأسر أهل الإسلام؟ يعني إذا لما تيجي تقرأ الآية الآن: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ممكن حضرتك تسأل: هذا الأسير إذن مسلم، عشان أنا كمسلم أتصدق عليه وأطعمه. ممكن بعض الناس يتصوروا أن الإسلام لا يأمر إلا بالإحسان للأسير المسلم، فهو الراوي الحديث أو اللي هو يروي سبب نزول هذا يقول لك: يا أخي إزاي النبي هيأسر مسلم؟ لا تعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأسر مسلم ثم يأمره الله بالإحسان للأسير المسلم، ولكنها بدهيا بدهيا إذا أثر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فإنه سيأسر مين؟ سيأسر مشرك. واضح كده؟ فهو الرجل هنا بينفي حاجة هي بدهية معروفة: لم يكن النبي يأسر أهل الإسلام، معروف طبعا، عشان حضرتك ما تظنش أن الإحسان إلى الأسير تعني الأسير المسلم. لا، مفيش أسير مسلم أصلا. يعني أنت كمأمور بهذا الأمر الإلهي، أنت واحد مسلم، كيف تؤمر بالإحسان إلى أسير مسلم؟ لأنه مفترض أن فيش أسير مسلم، المسلم لا يأسر مسلما، واضح كده؟ فهي بدهيا في غير المسلم، واضح؟ ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك كانوا يأسرونهم في الفداء يعني مقابل فدية، فنزلت فيهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاح إليهم، يعني يأمر بالإحسان إليهم. لا، يأسرونهم في الفداء يعني مقابل الفداء، مقابل مال، أو يأسرونهم في العذاب. العذاب هو الأسر، يعني العذاب نفسه هو الأسر. يأسرونهم في العذاب يعني يؤكدون على أسرهم أو يؤكدون على حبسهم لديهم. النسخة اللي معايا هنا: يأسرونهم في الفداء يعني مقابل فدية من المال، تمام كده؟ فنزلت فيهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاح إليهم يعني بالإحسان إلى الأسير. ومش هتلاقوا أمة من الأمم الحقيقة بتحسن إلى الأسرى كما يحسن المسلمين. وحضرتك لما تيجي تفكر كده، من هو الأسير؟ ده شخص من دقيقة واحدة لو تمكن مني لقتلني، لكنه لسبب من الأسباب ألقى سلاحه، أو سبب من الأسباب سلاحه اتكسر فهرب فأمسك. طبعا في المعركة احنا مأمورين ان احنا لا نجهد على جريح، وإذا كان محارب
واستسلم لا يقتل، لا يجوز قتله، او فر لا يجوز قتله، ما ينفعش تضرب حد في ظهره. فلا يقتل في المعارك التي يخوضها المسلمون الا واحد وشه في وشك ويرفع السلاح ويريد ان يقتلك، فانت تضطر للدفاع عن نفسك فتقتله. طب الشخص ده نفسه لو حب يجري، لو سلاحه اتكسر فوقع على الارض مستسلم، لو جاي رمل في عينه فقعد يعمل كده، كل ده لا يجوز قتله. واضح كده؟ المسلمين طبعا زي ما قلنا لحضراتكم وفقا للامر الالهي هذا لا يجوز ان يقتل، لا يجوز ان يقتل الاسير. لما نيجي نقارن بين المعارك اللي خاضها المسلمين على مدار التاريخ والمعارك اللي خاضها اعدائهم على مدار التاريخ، هتلاقوا ان مفيش امه من الامم احسنت الى الاسرى كما يحسن المسلمين. واخرج ابن المنذر عن عكرمه قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد على حصير من جريد، وقد اثر في جنبه. مين دخل على مين؟ سيدنا عمر دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت كسرى وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه. النبي كان نايم على حصير ومعلم في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير من جريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فأنزل الله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني الملك الكبير ليس في الدنيا ولكنه في الآخرة. وأخرج عبد الرزاق بن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال: إن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. طبعا النبي كان بيصلي ويسجد، لأطأن على عنقه يعني هي كده أدوس على رقبته. فأنزل الله: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. دي طمأنة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن يصيبه مكروه. وبالفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول أبو جهل أن يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب لينفذ وعده، يقولون: فما فجأهم منه إلا أنه يتقي بيديه وينكس على عقبيه. يعني يرجع لورا الخلف ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، يعني يحج بيه حاجة. وقال: إن بيني وبينه هولا ونارا وأجنحة. شايف كده حاجات مش قادر يفسرها قوي، هولا ونارا وأجنحة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال: لو دان مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حماية الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الإنسان سورة لأهل الإيمان، هذه السورة سورة لأهل الإيمان، ففيها ذكر حقيقة الوجود، وفيها ذكر هداية الله عز وجل للمؤمنين بأن هداهم الإيمان وبيّن لهم طريق الهدى من طريق الضلال، أو ميّز لهم طريق الهدى من طريق الضلال، وفيها الأسباب التي بها ينالون رضوان الله عز وجل، وفيها ذكر بعض نعيم أو بعض ما ينتظرهم من نعيم الآخرة. ثم تختم السورة بعد ذلك بالحديث عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحقية القرآن العظيم. فيقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان. إحنا قلنا النهار اللي فاتت لو تفكروا كلمة الإنسان تفهم بحسب ماذا؟ حسب السياق. فأحيانا يراد بها الإنسان يعني الكافر، مش كده ولا إيه؟ هنا الإنسان كل الإنسان. ليه؟ لأنه كل الإنسان كان عدما مسلم وكافر أيا كان لونه أو جنسه أو بلده أو هل أتى على الإنسان. هل هنا مش معنى سؤال ولكنه تحقيق؟ هل هنا بمعنى قد يعني هذا حق انه كل انسان لم يكن ثم كان؟ ده المعنى. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طبعا لما ربي يضحك عليه هنا يقول لم يكن شيئا مذكورا، معناها ان انت كانسان اولا لست خالقا لنفسك، مش انت اللي عملت نفسك.
طيب اذا كنت انت اللي مش عملت نفسك خلاص كده، لان احنا لو قلنا ان الانسان هو خالق نفسه يبقى هنقول ان الانسان وهو مش موجود عمل نفسه، وهو مش موجود عمل نفسه، فكانه ايه؟ ده دور، توقف الشيء في وجوده على نفسه ده بيسموه ايه؟ بيسموه دور، وهو من المستحيلات العقليه، يعني كانه موجود ومش موجود في نفس الوقت. كانه ايه؟ موجود وغير موجود في نفس الوقت. ليه هو باطل او من المستحيلات العقليه؟ لانه بيلزم عنه اجتماع نقيضين. يلزم عن الدور اجتماع ماذا؟ اجتماع النقيضين. فالانسان وهو مش موجود عمل نفسه. ده مستحيل عقلا. إذا هناك خالق للإنسان، فكأن الله عز وجل بهذه الآية يلفت النظر إلى أمرين، الأمر الأول أن الإنسان ليس هو خالق نفسه، وإنما له خالق خلقه، الأمر الثاني بتلفت النظر إلى ضعف الإنسان، إلى ضعف الإنسان وافتقار الإنسان. يبقى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان في العدم، لم يكن شيئا مذكورا، كان ايه؟ كان عدم. طبعا حضراتكم لابد انكم تكونوا عارفين ان هناك عدم، هناك عدم وهناك وجود وهناك امكان. هناك عدم وهناك وجود وهناك امكان. فالوجود الحق لله سبحانه وتعالى. الوجود الحق لله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن وجوده من ذاته سبحانه وتعالى، لا يفتقر في وجوده إلى شيء. إحنا كنا عدما، كنا عدما، ثم صرنا في عالم الممكن، ثم صرنا بعد ذلك في عالم الممكنات. يعني إيه عالم الممكن؟ يعني الذي يقبل الوجود والانتفاء، يعني مفيش حاجة بتوجب أن توجد، لا يوجد شيء يوجب أن توجد، ولكنك كفتي الوجود والعدم بالنسبة لك سواء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو لم يشأ أن توجد ما وجدت، تجلى الله عز وجل عليك بنوره فوجدت، فصرت في عالم الممكنات، فصرت في عالم ماذا؟ في عالم الممكنات. إذن لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، ثم كان، ثم كان إيه؟ ممكنا. هتلاقوا كثير من المتكلمين بيعبروا عن حالتنا دي، ان احنا ما كناش موجودين ثم وجدنا، اما ان احنا ممكنات خلاص كده، او ان احنا موجودين وجود غير قائم، او موجودين وجود غير ذاتي. بعضهم بيتجنب كلمه التعبير عن وجودنا بكلمة الوجود، يقول لك احنا غير موجودين لان احنا عدم، وبالتالي العدم لا يوجد. هو ادبا مع الله سبحانه وتعالى لا يطلقون لفظ الموجود الا على الله سبحانه وتعالى. المهم تعرف المعنى، يعني بغض النظر عن التعبير اللفظي، المهم تبقى عارف المعنى. ايه المعنى؟ ان احنا وان قلنا ان حضرتك موجود، فوجودك ليس من ذاتك، ولكنه يستند على واجب الوجود سبحانه وتعالى. فأنت ممكن الوجود، الله واجب الوجود سبحانه وتعالى، فأنت تستند في وجودك على وجوده سبحانه وتعالى. أما هو فوجوده من ذاته لا يخضع لشيء، لا يفتقر لشيء، أنت تفتقر إلى أن يوجدك واجب الوجود سبحانه وتعالى. إذا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن ثم كان، إن خلقنا الإنسان من نطفة، ثم يتحدث الله عن بدء خلق الإنسان. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أصل هذا الإنسان نطفة مختلطة، أمشاج يعني مختلطة، مختلطة من ماذا؟ من ماء الرجل وماء المرأة، إن هذه النطفة هي عبارة عن كده، ماء الرجل وماء المرأة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة نبتليه، يبقى كأنه الله عز وجل في هذه الكلمة بيوضح الغرض من إيجاد الإنسان وتكليفه على هذه الأرض، إنه يبتلي. فالدنيا الأصل فيها أنها دار ابتلاء، مش جنة ولا دار سعادة، ولكنها دار عمل، والعمل ابتلاء، العمل تكليف، واضح؟
بإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ونبتليه هنا لا تفهم منها البلاء بالمنغصات، لا تفهم منها البلاء فقط بالمنغصات زي الأمراض زي الفقر زي كذا، لا، البلاء ممكن يبقى بالخيرات. ربنا ابتلاك بإنك مبسوط على طول، ربنا ابتلاك إنك معاك فلوس كتير، ربنا ابتلاك إن أمورك ميسرة، ده بلاء. ليه؟ لأنه لله فيه عبودية، زي ما هو لله عبودية في حالة الفقر والجوع ونقص الأموال والثمرات. ففي حالة الخير عبودية الله عز وجل أو العبودية المطلوبة منك هي الشكر، بمعنى استخدام هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أو في طاعة الله سبحانه وتعالى أو فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. في حالة المنع العبودية المطلوبة هي الصبر، والمؤمن كده أمره إما صبر وإما صبر وإما شكر. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يبقى الابتلاء قد يكون بالخير والشر، لذلك الله عز وجل يقول إيه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. من بلاء الإنسان أن الله عز وجل أعطاه السمع والبصر، وهتلاحظوا في كتير من القرآن كأنه الإنسان طبعا عنده حواس كتير غير السمع، عنده الشم، عنده الذوق كده، عنده اللمس، لكن هتلاقوا كتير من القرآن لا يختار من هذه الحواس الخمس إلا السمع والبصر. ليه؟ لأن السمع والبصر بالذات الإنسان شديد التأثر مما يسمع، شديد التأثر بما يرى، فهو أكثر حاستين، أكثر حاستين لهم دخل في تكوين الإنسان هم سمع وبصر. يعني الإنسان كائن سمعي أو كائن بصري. طيب فجعلناه سميعا بصير، يعني من بلاء الإنسان أن الله عز وجل جعله سميعا بصير. وطبعا السمع والبصر دول سلاح ذو حدين، تسمع بهم الخير أو الشر، ترى بهم أيضا الخير أو الشر. إنا هديناه السبيل. الهداية هنا معناها هداية البيان، لأن احنا عندنا الهداية نوعين، إما أن تكون هداية بيان أو هداية توفيق. هداية بيان أو هداية توفيق. هداية البيان أنا بقول لك خد بالك هتمشي من الطريق ده هيقابلك حفرة ما خد بالك منها، أو هتمشي من الطريق ده في آخر واحد بتاع عصير وحش ما تشربش من عنده. فدي إيه؟ هداية بيان. أنا بقول لك الله عز وجل خلقنا وفي طريقين، واحد يا حبيبي هيؤدي بيك الى الجنه، واحد تاني هيتسودك، فانت اختار. فانا كده ايه؟ هديتك وهديناه النجدين. وفي بعد كده هدايه التوفيق. هدايه التوفيق انه حضرتك اذا حبب الله اليك الايمان وزينه في قلبك تختار ماذا؟ تختار هدايه او تختار طريق الهدايه. دي مش بنفسك، دي أيضا تجد نفسك، ولكنها تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الحديث هنا عن أي نوع من الهداية؟ هداية ماذا إليه؟ الهداية بالمعنى الأول دي بيشترك فيها كل الخلق، فكل الخلق هداه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه بيّن لكل الناس طريق الخير من طريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا إذا سلك طريق الخير، أو كفورة إذا سلك طريق الشر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. لا يختار طريق الشر ده، نهايته زي ما قلنا نهاية سودة. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل يقيدون بها، وأغلال مقيدون بها في عنقهم، وسعيرا ونهار. يعني هؤلاء الذين اختاروا طريق الضلال معذبون في نار جهنم، ومن عذابهم أنهم يعذبون بالنار حال كونهم مقيدين. يعني الإنسان لو تشوف الإنسان اللي والعياذ بالله بيحرق بالنار مثلا، أو يكون موجود في مكان وتشد فيه النار، هتلاقيه بيجري في الشارع، مع أنه عمليا الجري مش هيعمل حاجة، لكن هو نفسيا بيشعر بالارتياح لما بيجري، يعني يمكن الجري يعمل حاجة. فهو سبحان الله هذا أهل النار عذبهم في النار ومقيدون في النار لا يستطيعون الفرار منها، ومقيدون فعذاب فوق هذا. إذا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
ثم تبدأ الآيات بالحديث عن الأبرار الذين اختاروا طريق الهداية. فيقول الله عز وجل: إن الأبرار، الأبرار جمع بر، جمع بر، والبر اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله تعالى. إيه ده؟ هو ممكن إحنا كبشر يبقى عندنا بعض أسماء الله؟ نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف في القرآن بأنه رؤوف ورحيم، لكن طبعا اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات ليس كاتصافنا نحن، واضح كده؟ طيب لما نقول بقى الأبرار جمع بر، من هو البر؟ من هو البر؟ البر هو من يفعل البر. ما هو البر؟ البر كلمة جامعة لكل أنواع الخير. إذا وصف الإنسان بأنه بر يبقى إيه؟ يبقى هذا إنسان يفعل الخيرات، معناها كده. طيب إذا قلنا أن الله عز وجل هو البر الرحيم، يعني إيه؟ الله بر، يعني يجزي على الخيرات، يجزي على الخيرات. يبقى حضرتك بر يعني دافع على الخيرات، والله بر يجزيك على هذه الخيرات، واضح؟ إن الأبرار يعني أهل الخير اللي كانوا يعملون الخير في الدنيا، من نعيمهم في الآخرة أنهم يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من نعيم الجنة إنه مش نعيم فقط، لكن نعيم فيه إبداع، نعيم فيه إبداع. فأنت مش بتشرب أي حاجة وخلاص، لا، أنت بتشرب كأس يعني خمر من خمر الجنة، وممزوج بأمور أخرى، ممزوج بحاجات تانية تعطيه طعم مختلف. زي ما احنا كده الجماعة اللي هم مهتمين بالأكل والشرب والحاجات دي، أكلة جديدة عملت لكم، أكلة جديدة، وهتلاقي الأكلة الجديدة في الآخر هي عبارة عن مزج لإيه؟ لحاجات احنا شربناها لوحدها قبل كده، لكن لما مزجناها مع بعض اديت لنا إيه؟ طعم جديد، واضح كده؟ فهو حضرتك كده، احنا في الدنيا كده لما نحب نعمل صنف جديد نكرم به الناس، ضيوفنا نقول لهم يا سلام عملنا لكم النهارده بقى خلطه سحريه جديده، يشربوها طبعا ما يقولناش تاني. فايه؟ فنعيم الجنه كده، نعيم الجنه في تفنن، في تنعيم الناس، في تفنن، في اكرام اهل الجنه هؤلاء. فكان مزاجها كافورا، فخمر الجنه ممزوجه، ممزوجه بماذا؟ بطعم الكافور او بريح الكافور. المهم ان هو مش ايه؟ مش خمر فقط ولا شرب فقط، ولكن نعيم. كان مزاجها كافورا، يعني ممزوجه بطعم وريح الكافور، تمام؟ عينا يشرب بها عباده، يشرب هو احنا بنشرب بالعين ولا بنشرب من العين؟ يشرب من العين. امال اللي قال يشرب بها؟ اولا في اللغه العربيه حروف المعاني اللي هي من وبه ومن ومن الى عن على والفي والباء والكاف، دي حروف المعاني. هذه الحروف يقوم بعضها مقام بعض، يقوم بعضها مقام بعض، يعني يشرب بها يعني يشرب منها، تمام كده؟ لكن لما ايضا القران بيعبر بواحد بدل واحد، يعني الاصل انه يقول ايه؟ يشرب منها. فلما يقول لك بها يبقى ضمنها معنى اخر، ده عايز كأنه عايز يديك معنيين مع بعض، تمام كده؟ يعني ايه بقى يشرب بها؟ تخيل انت كده لما تشرب بالعين نفسها، يعني في وفره، في نعيم في الشرب، في تلذذ بالشرب. فانت مثلا كأنك كده ايه؟ بدل مثلا والدتك عملت لك مثلا شوربه جميله قوي تعجبك، فبدل ما هي عماله تجيب لك كل شويه طبق صغير، فانت رحت رايح مخلص الدنيا ورحت رايح المطبخ ماسك الحله شارب منها. فهو ليه؟ لان انت متلذذ جدا بما تشرب، فهو كانك بتشرب العين نفسها او بالعين نفسها، مع ان العين هي محل للشرب لا شيء نشرب به. يبقى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه العين من نعيم اهل الجنه انهم يفجرونها في المكان الذي يريدون، يعني مش هم اللي بيروحوا لها، لا، النعيم عند أهل الجنة هو اللي بيجي لهم. يعني أراد أن يشرب في أي مكان هيفتح الحنفية، أي مكان هو حنفية، أي مكان فيه حنفية، تمام كده؟
يفجرونها تفجيرا. هو اهل الجنه الحقيقه لما تيجي تعرفوا الاوصاف ديت، ان واحد منهم يدعو الشجره فتاتيه، او يدعو سريره فيدنو منه، او كذا، هتلاقوا ان اهل الجنه من نعيمهم ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم التصرف. اعطاهم ماذا؟ اعطاهم التصرف. يعني ايه تصرف؟ يعني يقول الشيء كن فيكون. هذا التصرف الذي لا يكون في الدنيا الا للاولياء حقيقه. التصرف الذي لا يكون في الدنيا الا ايه؟ الا لبعض الخاص. فاهل الجنه كلهم هم اولياء الله سبحانه وتعالى. كلهم هم اولياء الله. فلذلك الله عز وجل يعطيهم خاصيه ماذا؟ انهم يفجرونها تفجيرا. ان هم بمجرد ما واحد منهم يشتهي الشيء اللي قدامه، ها؟ فهو ايه؟ مجرد ما يريد، مجرد ما يفكر في الشيء على طول يلاقيه حاضر. يلاقيه حاضر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقبلا. بعد ما ادت لمحه من نعيم اهل الجنه، كانه يعني الله عز وجل هو طبعا خالق النفس البشريه، فكانه هذه النفس استشرفت. ايوه انا عايز ده. انا عايز ده. فيجي بقى على طول واخدك من حاله الاستغراق في التفكير والخيال ديت، يروح مرجعك لورا سنه، يقول لك عايز ده، اعمل واحد اثنين ثلاثه. تمام كده؟ عرفت ان ده هو السبيل، ده هو الطريق، يروح مرجعك من حاله الخيال الجميل اللي انت كنت فيها، ويفصل لك في انواع النعم. فدلوقتي هيقول لك ماذا تفعل قبل ان تستغرق في الخيال؟ فهيقول لك ايه؟ يوفون بالنذر. الناس دول نالوا هذا النعيم لانهم يوفون بالنذر. يعني ايه يوفون بالنذر؟ يعني يوفون بما عاهدوا الله عز وجل عليه. هم عاهدوا الله بايه؟ عاهدوا الله على ان يصلوا، عاهدوا الله على ان يصوموا، عاهدوا الله على ان يحسنوا الى الخلق، عاهدوا الله على ان يقولوا للناس حسنا. فدي كلها عهود اخذها الله عز وجل علينا في عالم الذرات. ومما اخذه الله عز وجل علينا ان نؤمن بانبيائه ورسله، وان نصدقهم، وان نعمل باوامرهم، وان نجتنب نواهيهم. فدي كلها عهود يوفون بالنذر. من الشعراني كتاب لطيف قوي، هل حضراتكم تطلعوا عليه وتبداوا تقراوه، اسمه العهود المحمديه. نعم، عبد الوهاب الشعراني. كتاب اسمه العهود المحمديه، فيقول لك كده: اخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي الصلوات في اوقاتها. ويتكلم عن اداء الصلاه في اوقاتها والاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. واخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحسن الى الخلق، ويتكلم عن فضل الاحسان الى الخلق في القران والسنه. واخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحيي ليله النصف من شعبان، وهكذا. هو كتاب ايه؟ كتاب لطيف. يوفون بالنذر، يعني يوفون بما عاهدوا الله عز وجل، بما عاهدوا الله عز وجل عليه. طبعا انت ما عاهدتش الرسول، ما عاهدتش ربنا، ولكنك عاهدت من؟ عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين امنت به. انك معنى انك تؤمن بالنبي انك تقول انا اؤمن بك، انا اصدقك، انا افعل ما تامرني به. مش كده ولا ايه؟ فانت كانك في عهد، في كلمه شرف بينك وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لما ترفع المامورات والتسليمات كانك بتوفي ماذا؟ بما عاهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوفون بالنذر ويخافون، يعني مع وفائهم بالنذر، مع انهم في حاله وفاء بالنذر دائما. ولاحظ هذا التعبير بالفعل المضارع الذي يدل على تجدد الحدوث. فهم يوفون بالنذر، فهم في وفاء بعد وفاء بعد وفاء، كلما تجدد امر كلما ماذا؟ كلما اوفوا. ومع هذا الوفاء الدائم بالعهود فإنهم في حالة خوف. ويخافون يوما كان شره مستقبلا. هذه الآية معناها بالضبط موجود فين؟ في سورة المؤمنون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فهم يفعلون الخيرات ومع ذلك يخافون من عدم القبول. مش يوفون بالنذر وخلاص حطوا بطنهم بطيخة صيفي، احنا خلاص أولياء. خلاص بس نموت في الجنة على طول. لا، كلما ازداد الشخص علما بالله سبحانه وتعالى، كلما ازداد من الله عز وجل خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كان شره مستطيرا يعني شره كبيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يبقى هم يوفون بالنذر. طبعا الوفاء بالنذر هنا يشمل حق الله وحق العبيد. فطعام الطعام داخل في الوفاء بالنذر، لكنه أكل على حق العباد سبحانه وتعالى هنا مرة أخرى، فقال: ويطعمون الطعام على حبه. وتأكيد الله عز وجل على حقوق العباد ورد أيضا في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة.
يكفي فقط ان انتم حضراتكم تعلموا ان الله عز وجل ربما يغفر لعباده ما يتعلق بحقه هو، لكنه لا يغفر لعباده ما يتعلق بحقوق العباد الا بعد ابراء الذمه. فلذلك يطلب من الشخص انه اذا اراد التوبه انه يتوب الى الله عز وجل ولا يفعل شيء غير الندم، وانه يعزم على عدم العود، ثم اذا كان في حق متعلق بالعباد انه يرد هذه الحقوق للعباد. ويطعمون، ده تأكيد على ماذا هنا؟ تأكيد على حقوق العباد. ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه يعني يفعلون هذا بمحبة، يفعلون هذا عن رضا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني الضعفاء جميعا، يعني هم أهل إحسان إلى أهل الضعف، سواء كانوا مساكين أو فقراء أو يتامى أو نساء أو أسرى أو نحو ذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه هنا إما أن يكون المراد بها على حبه يعني على محبة ورضا تام، لا عن تضرر أو ضجر، زي بعض الناس اللي بيتصدق أو بيخرج زكاة وهو متضرر، يعني إيه نور أن ربنا أوجب عليها ذلك ما فعلت، ثم تجده يسيء احيانا باللفظ او بالفعل او بالحركات او بالسكنات لمن يتصدق عليه. وده خلاف الادب الاسلامي، ده خلاف الادب الاسلامي. او على حبه يعني يفعل ذلك على حب لله سبحانه وتعالى، او مع محبه لله سبحانه وتعالى حين امره بهذا، فهو لا يتضجر لا على عباد الله حين يؤدي لهم هذا الحق، ولا يتضجر على الله حين أمره بأداء هذا الحق، فهو في كل الأحوال يفعل هذا بحب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. حالهم هم يفعلون ذلك أنهم يفعلون ذلك لله، مش عايزين مش منتظرين كلمة شكر من حد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. معنى ذلك أنهم ما كانوا يفعلون هذه الخيرات بإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهم كانوا يفعلون هذه الخيرات وهم ليس في قلوبهم إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء مقابلا، حتى وإن كان هذا المقابل هو كلمة شكر، دعانا على مدى الإخلاص. إن من الرياء إنك تفعل العمل للناس، ومن الرياء إنك تعمل العمل الذي ينبغي أن يكون لله وأنت تنتظر من الناس مدحا. إذا انتظرت من الناس كلمة شكرا وبعدين أدائك قل لأنها تقلتش، يبقى يعرف إن إخلاصك في مشكلة. طيب إخلاصك كمان يكون في مشكلة إذا عملت العمل على أكمل وجه ومحدش قال لك شكرا وانتقدك، أدائك يقل أيضا بالنقد، ده أيضا يدل على في مشكلة في الإخلاص. لذلك أصعب شيء الإخلاص، أصعب حاجة الإخلاص، إن الواحد فعلا يخلص. يخلص عارف يخلص دي؟ شوف المعنى إزاي؟ إنك بتخلص حاجة من 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 شوائب، إنك بتخرج حاجة من، عارفين حضراتكم كده لأن حضراتكم كلكم يعني بتطبخوا كده، لما تيجوا اللحمة تخلصوها من الدهون ومن من العظم ومن كذا، بحيث يبقى فيه بس الجزء اللي هيتاكل هو اللحم الحمر. فانت كانك تخلص عملك من الشوائب. فيضد الاخلاص انك تعمل عمل للناس، يضد الاخلاص انه ادائك يقل اذا لم تمدح، يضد الاخلاص انه ادائك يقل اذا انتقدت. انت المسلم عامل زي القطر ماشي في طريقه، لا يهمه مدح الناس ولا ذمهم. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هنا بيان الدافع لهذا الإخلاص. الذي يدفع الإخلاص هو لقاء الله سبحانه وتعالى، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم الآن هو الذي يدفعك لمراعاة الله وحده. ليه؟ لأنه هو وحده المحاسب. الخلق وإن نظروا إليك في الدنيا مدحوك أو ذموك في الدنيا فأنت لن تحاسب أمامهم، وإنما هم محاسبون مثلك. فالخوف من الله، استحضار الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى دائما مما يعين على الإخلاص. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني عبوسا
اليوم مكشر عبوسا يعني مكشر، هو اليوم اللي بيكشر ولا احنا اللي بنكشر؟ احنا اللي بنكشر، لكن اليوم لانه يعني شديد على الناس، ولانه الناس هتكون عابسة في هذا اليوم ومكتئبة في هذا اليوم لدرجة كبيرة جدا، فانت بتشعر انه الوجود كله في هذه الحالة. زي ما بيحصل مين كلنا، ان الواحد لما بيزعل من حاجة بيحس ان كل الناس زعلانة، ان هو حاسس انه متضايق من حاجة، فلا والله كل الناس متضايقة من الموضوع ده، هو مفيش غير حضرتك والله، بس انت لان الموضوع بالنسبة لك كبير قوي واخد حيز كبير، فانت حاسس ان كل الناس كده. فواحد مثلا متضايق من حاجه، حزين، يقول لك انا حاسس ان الناس يعني الكون حزين كله او الدنيا كلها خلاص مبقاش ليها لازمه. واذا خرج من الحاله دي وبقى سعيد يقول لك يا سلام الدنيا بتضغطك، حاجات زي كده. فايه؟ ف يوما عبوسا، هو اليوم لا يعبس، ولكن الذي يعبس الوجوه التي تعيش هذا اليوم. تمام كده؟ ف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا يعني يوما شديدا تعبس فيه الوجوه. قمطريرا، اليوم القمطرير هو اليوم طويل البلاء، يوم طويل، ويوم القيامة يوم طويل، وإن يوما عند ربك في ألف سنة مما تعدون. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، وقاهم الله شر ذلك اليوم بفعل الخيرات. يبقى اذا لما تقرا انت فوقاهم الله شر ذلك اليوم، تعرف ان مش كل الوجوه عابسه في هذا اليوم، وانه هذا اليوم مش طويل على كل الناس. في ناس وقاهم الله، ففي عندك ناس وجوههم عابسه اليوم بالنسبه لهم عابس، وفي ناس تانيين اليوم بالنسبه لهم بيضحك. واضح ازاي؟ في ناس اليوم ده بالنسبه لهم طويل، وفي ناس اليوم ده بالنسبه لهم زي الساعه. فوقاهم الله هؤلاء الذين فعلوا الخيرات شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا. لقاهم أعطاهم، وأعطاهم نظرة وسرورا. نظرة يعني ظهر أثر الإكرام الإلهي على وجوههم، فصارت بدل وجوه التانيين عابسة هم وجوههم ناظرة، يعني يظهر عليها أثر النعيم والسرور والسعادة. ولقاهم نظرة وسرورا. طبعا السرور لا يعطى، يعني ولقاهم وأعطاهم. السرور ده حاجة مش مادية عشان ربنا يديها لنا، يعني أديك 2 كيلو سرور مثلا، لا مش كده، لكن كأنه هذا السرور بيد الله وحده، يخلقه في من يشاء ويعطيه من يشاء سبحانه وتعالى، يعني في تحكم تام من الله عز وجل، بحيث يجعل بعض عباده في سرور ويجعل بعض عباده في عبوس. ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، يبقى بيدلنا هنا على طريق تحصيل هذا وهو الصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم جنة يعني أعطاهم مقابل ما صبروا في الدنيا على الطاعات أو عن الشهوات أو على البلاء جنة. جنة معروفة، بستان، مكان فيه نعيم. طيب وحريرا، ده من باب عطف الخاص على العام، لانه من الجنه ومن النعيم اللي في الجنه ان يلبس الانسان ايه؟ ان يلبس الانسان الحرير. والحرير لبس الحرير اللي هي على شده التنعم، يعني لبس ناعم. متكئين فيها على الارائك، من نعيمهم انهم مستريحين لا يعملون. متكئين فيها على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، والأريكة هي المكان الذي يجلس عليه. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، جو معتدل لا هو حر ولا برد، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها، ودانية عليهم ظلالها، ظلال الجنة دانية منهم، يعني نعيم الجنة قريب منهم. وذللت قطوفها تذليلا. ايه القطوف؟ الانسان بيقطف ايه؟ بيقطف الثمرات. فقطوف الجنه يعني ثمرات الجنه، يعني فاكهه الجنه قريبه، يعني مش هيبذل مجهود يطلع شجره عشان يجيب ثمره، لا هو بمجرد ما يريد الثمره تقترب منه الشجره. وذللت يعني سخرت، وذللت قطوفها تذليلا
ويطاف عليهم بآنية من فضة من شدة راحتهم، إنهم إذا أرادوا أن يشربوا فتطوف عليهم الآنية، يعني تأتيهم آنية الفضة في الأكواب إذا أرادوا، ودانية عليهم ظلالها ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. إيه آنية من فضة؟ إيه آنية من فضة؟ الزجاج اللي حضراتكم شايفينه دوت، شوفوا شوفوا شفاف ازاي، ده بيتعمل من ايه؟ من الرمل، مش كده؟ بيتعمل من الرمل. طيب اذا كانت مادة هذا الزجاج المعمول في الاخرة من مادة اصفى واغلى من الرمل وهي الفضة، يبقى لا شك ان صفائه، درجة صفائه هتكون اعلى. ودانية عليهم ظلالها وذلالها ويطاف عليهم بآنية من فضة، يعني مصنوعة من فضة في صفاء الفضة، وأكواب كانت قواريرا، وأكواب كانت قواريرا، قواريرا يعني جمع قارورة، أو هذه الأكواب من الفضة على هيئة ماذا؟ على هيئة قوارير، يعني يصب في الآنية من القوارير. القوارير حاجه زي البراد كده اللي بتصب منه، فالكوبايه اللي انت بتشرب منها والحاجه اللي بتصبرك منها الاثنين معموله من الفضه. واكواب كانت قوارير، قوارير من فضه قدروها تقديرا، يعني محسن، يعني حسنه الصنع، قدروها تقديرا حسنه الصنع. ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا، في هذه الانيه من الفضه التي يشربون منها، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها، كأس يعني خمرا، كان مزاجها هذه الخمر ممزوجة زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ومصدر هذه الخمر الممزوجة بزنجبيل مصدر لا ينضب، مصدر لا ينضب، يعني يأتي هذا من عين، عينا فيها تسمى سلسبيلا. والسلسبيل اسم لي الماء السلس، فهذه العين سلسة، هذه العين عذبة، هذه العين سائغة، كل دي معاني سلسبيل. عينا فيها تسمى سلسبيلا، طبعا السلسبيل اسم للعين واسم للماء الخارج من العين، أو وصف للماء الخارج من العين كمان. فإذا قلنا أن كلمة سلسبيل معناها الماء العذب، الماء السائغ، الماء اللي هو سهل الشرب، فده اسم للعين وفي نفس الوقت وصف للماء الذي يخرج من الايه، وصف للماء الذي يخرج من العين، عينا فيها تسمى سلسبيل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، مين ده اللي هيلف عليهم بهذه الاكواب الفضيه؟ ولدان مخلدون، ولدان مخلدون يعني خدم يخدمونهم سنهم صغير، مخلدون باقون معهم، إذا رأيتهم حسبتهم رؤى منثورة. الخدم دول إذا رأيتهم من جمالهم ونضارتهم وحلاوتهم تحسبهم كاللؤلؤ المنثور، يعني موجودين في كل مكان، يعني حيثما أردت أن تخدم وجدت من يخدمك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت هناك في هذا المكان رأيت ماذا؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. الكلمة دي بتلخص ما يمكن، كل ما يمكن أن يقال من نعيم الجنة، فهو نعيم وملك كبير، ولك أن تتخيل، ولك أن تطلق لذهنك العنان، ولك أن تطلق لخيالك المعاني أو النعيم الذي تريده. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، على أهل الجنة ثياب من حرير، هذا الحرير بعضه ناعم وبعضه خشن، فسندس اللي هو النعيم الناعم، الحرير الناعم، والاستبرق هو الحرير الخشن أو الثقيل، يعني مش حرير خشن بقى، لا حرير ثقيل، رقيق وثقيل، سندس حرير رقيق، واستبرق حرير ثخين غليظ. وحلوا أساور من فضة، يلبسون أثاور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب طاهر لا يمزج بشيء
نجس أو تعاقب الأنفس، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، كل هذا هو جزاء مقابل ما عملتموه في الدنيا من بر. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، سعيكم الذي سعيتموه في الدنيا شكركم الله عز وجل عليه. كيف شكر الله عز وجل عباده بإدخالهم في هذا النعيم؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. كل النعيم ده من كيف عرفناه؟ من الذي أخبرنا به؟ القرآن. فترجع الآيات للتذكير بصدق القرآن وبحقية القرآن وبصدق من أنزل عليه القرآن، فيقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وخوطبت به الأمة بعد ذلك، وهو نزل من عند الله. إن نحن، فهو نازل من عند الله تعالى. إذن هذا الكلام الذي أخبرنا به القرآن حق، هذا الكلام سيحصل، هذا النعيم الذي أخبر الله عز وجل به سيقع. ليه؟ لأنه نازل من عند الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يبقى إذا حضرتك آمنت في هذه الدار بأن هذا القرآن من عند الله وأن ما أخبرك الله عز وجل به سيقع لا محالة، فين بقى النعيم؟ لو تلت قدام شوية. طب عشان أوصل للحالة دي للنعيم ده يبقى أنت لازم تستنى شوية. كونك تستنى شوية دي هو الصبر. كونك تستنى شوية مع طبعا البر، مع أعمال البر، مع الطاعات، كل ده اسمه صبر. يبقى انتظار زائد عمل صالح. انتظار للعمل صالح هو ماذا؟ هو الصبر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع من يأخذك إلى الطريق الآخر. يبقى أنت اخترت، أنت اخترت طريق الهداية، طريق الخير، ها؟ هيجيلك ناس يخذوك إلى الطريق، يأخذونك إلى الطريق الآخر، فلا تطعهم ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الآية دي بتشير لمعنى مهم جدا، وهو معنى إن من اختار طريق الضلال لا يهدأ حتى يأخذ الناس معه في طريق الضلال. عشان كده دايما بنقول للناس يا جماعة، كل الناس دعاه، كل الناس دعاء، علموا أو لم يعلموا، كل الناس إيه دعاء. من امتلأ بفكرة، من امتلأ برأي، من امتلأ بخصلة، بسلوك، هتلاقي عمليا، عمليا وقوليا يدعو الناس إليه. أيا كانت هذه الفكرة، حق أو باطل، تتعلق بالدنيا أو الآخرة. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. يذكر الآن المعينات على الصبر. يعني أنت دلوقتي هذا النعيم لسه قدام، لاستغفر عليه شوية، وأنت الآن مطلوب منك الانتظار زائد عمل الصالحات. كيف أستعين على هذا؟ واستعين بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة على الخاشعين. الصلاة ذكر والصلاة دعاء. فهنا يذكر ماذا؟ إن الاستعانة تكون ماذا؟ بذكر الله عز وجل. فيقول الله تعالى: واذكر اسم ربك. يبقى بما نستعين على هذا الانتظار، نستعين على هذا الانتظار، أو نستعين على تحصيل الصبر بماذا؟ بذكر الله تعالى. لذلك الله عز وجل يقول: ولذكر الله أكبر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر كثير. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بكرة في أول النهار، وأصيلا في آخر النهار، يعني في كل وقت. يعني المطلوب أن الواحد يشغل نفسه بالذكر في كل وقت. يبقى أنت على طول لسانك لا يفتر عن ذكر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يبقى بالنهار أنت بتذكر الله عز وجل، وفي الليل ذكر أيضا، لكن من نوع آخر، صلاة وتسبيح. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وسبحه تسبيحا كثيرا. إن هؤلاء يحبون العاجلة. ترجع الآيات إلى ذكر من اختاروا طريق الضلال، فيقول إن السبب في ضلالهم حتى لا تقع أنت فيهم يا من اخترت طريق الهداية، إنهم قصروا نظرهم على العاجلة. إيه العاجلة؟ اللي هي الدنيا. فظنوا إنه لازم الواحد يبقى في الدنيا مبسوط، لازم الواحد في الدنيا يبقى سعيد، لازم العدل نحصله في الدنيا، لازم النعيم والمال وكل حاجة حصلها في الدنيا. إذا ما حصلش اللي احنا عايزينه في الدنيا، يبقى إذا لا رب، يبقى إذا لا عدل، يبقى إذا لا حساب، يبقى إذا لا أنبياء، يبقى إذا لا جنة لا نار. ليه؟ لأنه قصروا نظرهم على ماذا؟ على العاجلة ومطالب العاجلة.
إن هؤلاء يحبون العازلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يوم القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وأحسنا خلقتهم، فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يعني الذي خلق هذا الإنسان من عدم، لاحظوا أول السورة بيقول إيه، ولاحظوا السورة بتختم بإيه، كأن الله عز وجل يريد أن يقول إن الذي خلقهم أول مرة لن يعجزه أن يذهبهم ويأتي بقوم آخرين، إن يشأ يذهبكم ويأتي بإيه، ويأتي بآخرين. هل أتى على الإنسان حين والدهر لم يكن شيئا مذكورا، أنت لم تكن ثم كنت. هنا في آخر السورة بيقول إيه، نحن خلقناهم وشاهدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، فأنت لن تعجز الله، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، ما ذكر في هذه السورة تذكرة، ما ذكر في القرآن كله هو تذكرة، وتذكرة معناها إيه، ترجعك إلى التذكر. أنا لما بذكرك معناها أنني أريدك أن تذكر، تذكر ماذا؟ تذكر العهد الأول، تذكر العهد الأول الذي أخذه الله عز وجل علينا في عالم الدار حتى توفي بالنذر، عشان تكون ممن يوفون بالنذر. إن هذه تذكرة، ذكرناك قلنا لك إنك لطريقتها، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يذكر هنا الإيه؟ إنه عين برضو من الهداية، إنه الله عز وجل بيّن لك طريقي الخير والشر، لكنك لن تختار طريق خير إلا بتوفيق ومعونة من الله، عشان ما تقولش أنا شاطر أنا جامد، لكنك في اختيارك لطريق الهداية في طريق الخير في طريق الطاعات عليك دائما أن تكون فقيرا إلى الله، ترجع إلى الله، تطلب الإعانة من الله، تطلب التوفيق من الله، وهكذا، وتتواضع لله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. لا يجب على الله شيء، إذا لازم تبقى عارف إنه لا يجب على الله شيء. كون إن ربنا سبحانه وتعالى يهديك ده مش واجب عليك، كون إن ربنا يعذبك أو ينعمك ده مش واجب عليك، كون يعطيك نتيجة عملك في الدنيا، نتيجة وفائك بنذرك في الدنيا إن يعطيك هذه الخيرات المذكورة في هذه السورة، ده مش واجب عليك سبحانه وتعالى، لكنه محض فضل، إذا لازم حضرتك تبقى عارف كده. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نقف هنا في سؤال تذكرة من سورة المدثر المذكرة، وهنا إنها تذكرة، نشوف السياق، نشوف السياق بتاع كل واحدة من الاثنين. إن هذه تذكرة، إن هذه المواعظ المذكورة في هذه السورة تذكرة، في المواعظ تمام كده؟ في سورة المدثر قال إيه؟ في القرآن مرد السياق مش كل الناس هتبقى حسب الأعمال. ما هو الإنسان يمر بفلاتر، مش كده؟ مش نقول طبعا إيه عدد ممكن، فهو أنت حضرتك في الدنيا دي فلتر كبير، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه وإن خطايا، فأنت عمال إيه تتفلتري. طيب جات لحظة الموت وانت لسه فيه في رصيد الفيات، هتعدي على فلتر ثاني هو فلتر البرده وعذاب القبر. خلصتي في القبر يوم القيامة بالنسبة لك يبقى خلاص الحمد لله، اتكلمتي من الناس اللي هم ما لهمش علاقة بأهوال يوم القيامة، خلاص كده. طيب لسه مع عذاب القبر وكذا لسه في بقية، يعني لسه في ذنوب كتير، فايه تتسلطري فين؟ في أهوال يوم القيامة وعذاب يوم القيامة وحر يوم القيامة وعطش يوم القيامة وكذا، لسه بعد كل ليلة لسه فاضل بقية من الذنوب، يبقى لابد من المرور على الموجود، واضح ازاي؟ فكل واحد كل مرحلة من هذه المراحل بتكفر بتكفر النسيئة، واضح؟ لكن في صلاة المسلمين قبل أن تفرض الصلاة التي نعرفها الآن
هي خمس صلوات في يوم الليله، كانوا بيصلوا ركعتين للغداء وركعتين للعشاء. غير قيام الليل. كانوا بيصلوا صلاتين ركعتين للنهار وركعتين بالليل. الزكاة نعم كان في زكاة لكنها لم تكن مفروضة بهذه الطريقة. لم تكن مفروضة بهذه التفاصيل التي نزلت بعد ذلك. اقرأي حتى لو بتغلط طالما تتعلمي. طالما انت في مرحلة التعلم. لا ان شاء الله يجرى لك الخير باذن الله، ما نقدرش نقول للناس ما تفتحوش المصحف لانكم لكن هنقول للناس يعني ايه تعلموا القران، تعالوا تعلموا الناس. طبعا كثير من الناس بيستشهدوا الحديث ايه؟ الذي يقرا القران وهو عليه شاق له اجران. العلماء قالوا بتعتع بيان المعلم. يعني ايه مش همسك المصحف لوحدي واقعد في اوضه ضلمه واقعد اقرا لوحدي يبقى انا كده الحمد لله عليا اجرين. وبيعتقدوا كمان اجرين يعني هيبقى احسن من اللي بيتقن. يعني ايه دول ايه وهمين في فهم الحديث. الوهم الاول انه يظن نفسه افضل من المتقن. الوهم الثاني انه يظن انه همسك المصحف ويقعد في اي مكان يقرا ويغلط براحته. الاثنين غلط. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث يقول الذي يقرا القران يقول الماهر بالقران مع السفر الكرام من بره. لكن مرتبه الملك يعني ده عدى يعني ده لا تساله عن اجر. ما تتكلمش معاه في اجر. واضح كده؟ ان شاء الله كله يعني رحمه الله واسعه. اه فعلا اه لكن يعني هو قال يعني يأخذ من القرآن بقدر نصيبه أو على قدر على قدره. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك رحمته واسعة. لما قال جنات عدن يدخلونها بعد ما ذكر الثلاث أنواع. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بره والذي يقرأ القرآن وهو عليه شق له أجره. الذي عليه شق وهو الثاني الذي عليه وهو عليه شق يعني بين يدي المعلم علشان إنك يشجعك إنك ما تكتسبش وإنك تقول أنا كده ماليش أجر. يشجعك انك تروح تتعلم القران. لكن هتقعد لوحدك وتقرا القران غلط تبقى اسف. فاهم كده؟ النظر للمصحف عباده. حتى لو نظرنا للمصحف فقط من غير ما نقرا دي عباده. فاحنا مش عايزين نقول للناس يا جماعه ما تقراوش انكم بتغلطوا الا اتصلنا بالناس بالقران. احنا عايزين نشجع الناس يعرفوا ان هم بيغلطوا علشان يجوا يتعلموا. فانت حضرتك حاولي تختمي وطبقي ما تعرفينه عن دي لقيتك مش وحشه. في اخطاء في اخطاء شويه بس معظمها في التمييز. يعني معظم الاخطاء في التمييز تيجي مع الوقت ان شاء الله. فاهم كده؟ وكثره القراءه هي اللي تحسن القراءه. يعني احنا مش بنتعلم قواعد القراءه ثم نقرا. مش كده ابدا. احنا بنتعلم القواعد اثناء القراءه. بالقراءه بنتعلم القراءه. فحضرتك تقري بصوت عالي وطبقي الاحكام اللي انت عارفها. قراءه القران. رأس هني فرد بين هم قصر كلهم يعرفوش يقرأوا القرآن لحد يرد بتقصير. طبعا هو مش ورد يقولي بس يعني دي حالة عامة عشان تعرفوا احنا قد ايه مقصرين مع الله سبحانه وتعالى. يعني فرد بين والناس مقصرين في الى هذا الحدث. فواجب علينا جميعا ان احنا نبلغ هذا للناس قراءه القران كما كان يقراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد بين الاداء. لكن معرفة الأحكام لا اسم إدغام إنه والله المادة ستة ولا أربعة ولا خمسة دي فرض كفاية مش شرط حد يعرف. بس إن أنا أجيب حضرتك سددوا وقارب يعني سيحكيهم بيغلطوا بحاجة خليهم يعني يرديهم وعرفيهم خليهم يسمعوا كتير. يعني أولى من القراءة بالنسبة لهم إذا بيغلطوا كتير هم يسمعوا ويحاولوا يقولوا مع الشيخ. يعني اللي بيغلط كتير قوي بحيث هيعوق الدنيا لازم ايه تسمع وحاول تمشي لسانك مع الشيخ لحد ما تتعود. يعني يمكن 300 مره مثلا كده اختم القران مع الشيخ وبعد كده ايه ابدا حاول تقرا. يمكن 300 مره بس مع عشرة لو بيغلطوا كتير. لا ما انا بقول لحضرتك في كل الاحوال مش هنقول ما تقراش. بس ازاي؟ اذا كان بيغلط كتير كتير يعني كل ايه غلطتين او ثلاثه لا لا يقرا وهو بيسمع ايه الشيخ المشاوي الشيخ التصوري ايه بيقرا معاه ايه بيقرا بقراءه الشيخ. والله زي حضراتكم كده مثلا ممكن تغلطوا في الصوره مرتين او ثلاثه او اربعه اقراوا وسددوا وقارب
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.